المشكلة الحقيقية اللي تواجهنا في إطار التقارير التي تقدم من قبل سواء المفوض السامي أو سواء من البعثة الأممية أنها تعتمد في الدرجة الأساس في إطار معلوماتها على بعض المؤسسات المجتمع المدني، نعم، وفي بعض الأحيان على بعض وسائل الإعلام، وفي أغلب الأحيان تكون معلومات غير دقيقة. هذا أيضا أكدت عليه الحكومة في بيانها بالرد على الحكومة حقيقة حسنا فعلت عندما شكلت هذه اللجنة باعتبار، نعم، أن التعاطي والتعامل مع الأمم المتحدة مسألة جدا مهمة، باعتبار أن التقرير سواء كان صحيح أو غير صحيح يفترض على العراق أن يجيب إجابات واضحة لغرض أن يكون دكتور موقف قوي.